الرئيس السيسي يصل إلى عاصمة الصينية بكين في مستهل زيارة تستغرق 4 أيام. موسكو تبدأ تدريبات عسكرية كبيرة في البحر المتوسط اعتبارا من اليوم. البنتاغون يطالب طهران باحترام سيادة العراق وغيره من دول المنطقة والكف عن زعزعة استقرارها. العاشرة صباحا في القاهرة، 8 بتوقيت جرينتش، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة نقدمها من النيل في القاهرة، ونبدأ تفاصيلها بعد فاصل قصير. من جديد لحضراتكم التحية. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين صباح اليوم قادما من العاصمة البحرينية المنامة في زيارة تستغرق 4 أيام، يجري خلالها مباحثات مهمة مع كبار المسؤولين الصينيين. ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين أيضا في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي يعقد يومي 3 و4 من سبتمبر الحالي. تعتبر مصر والصين من أقدم وأثرى الحضارات في العالم، وتلاقت الحضارتان على مر العصور تجاريا وثقافيا. علاقات تاريخية واستراتيجية تجمع بين مصر والصين منذ أن أصبحت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية عام 1956. ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد عام 2014 شهدت هذه العلاقات انطلاقة جديدة، حيث كانت السنوات الأربع الأخيرة علامة فارقة في تطور العلاقات بين البلدين. السمة الأبرز لهذه العلاقات تمثلت في الدعم السياسي المتبادل بين البلدين، حيث أيدت الصين دائما مواقف واختيارات القيادة والشعب المصريين، بداية من تأييدها لقرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، وحتى تأكيدها لاحترام إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو المجيدة. ويعد التعاون الاقتصادي بين مصر والصين أحد أهم وأكبر الملفات وأسرعها نمواً، حيث وصل عدد الشركات الصينية في مصر إلى نحو 1500 شركة باستثمارات تقترب من المليار دولار، وتوفر هذه الاستثمارات نحو 27500 فرصة عمل للمصريين. كما أصبحت مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في إفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 11 مليار دولار في عام 2016. تساهم الصين مع مصر في 1320 مشروعا مشتركا، من بينها 10 مشروعات قومية كبرى، ومنها إنشاء مدينة صينية داخل العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن مناطق صناعية وتجارية وإدارية، وكذلك تنفيذ مشروع القطار المكهرب السلام العاصمة الإدارية 10 من رمضان، وكذلك مشروع مجمع فوسفات الوادي الجديد، ومشروعات لتوليد الكهرباء وتطوير السكك الحديدية وغيرها. كما تمثل مصر نقطة محورية على طريق الحرير البحري في مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف لإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية برية وبحرية تربط أكثر من 60 دولة. وتمثل قناة السويس نقطة العبور الرئيسية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، وستحقق المبادرة مكاسب كبيرة لمصر من خلال جذب استثمارات صينية ضخمة.
أصبحت الصين رابع أكبر دولة مصدرة للسياحة إلى مصر، ووصل عدد السائحين الصينيين الذين يزورون مصر سنوياً أكثر من 300,000 سائح، ومن المتوقع تضاعف هذا الرقم 3 مرات خلال العام الحالي مع تزايد الإقبال من الصينيين على زيارة مصر. وفي إطار تعزيز حركة السياحة والاستثمارات بين مصر والصين، تعمل الحكومة المصرية على تسهيل حركة الطيران بين البلدين، حيث تم تدشين خطوط جديدة بين القاهرة وبكين وغوانجوشو، وكذلك تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وهونغ كونغ. وفي مجال التعليم، يعود التعاون بين البلدين إلى عام 1956، حيث تم الاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية، وكذلك وقعت عدد من الجامعات المصرية والصينية على اتفاقيات تبادل ومشاريع مشتركة، وشمل التعاون زيادة عدد الطلاب الوافدين سنوياً، كما وافقت الصين على تقديم منحة بقيمة 45 مليون دولار لتنفيذ مشروع إنشاء القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد. اتفقت أطراف القتال في العاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة على وقف إطلاق النار عقب اشتباكات استمرت 5 أيام وأودت بحياة 41 شخصا. وأعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور أن الهدنة ووقف إطلاق النار يأتيان بعد جهود حثيثة من لجان المصالحة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كانت الاشتباكات العنيفة قد دفعت السلطات لوقف الملاحة الجوية في مطار طرابلس مع إيطيقة لمدة 48 ساعة وإخلاء المطار من الطائرات، وذلك بعد وصول القتال إلى محيط المطار. أعلنت روسيا عن تدريبات عسكرية كبيرة في البحر المتوسط اعتبارا من اليوم وسط توترات متصاعدة حول استعدادات الجيش السوري لاستعادة محافظة إدلب من المسلحين. وقال قائد البحرية الروسية فلاديمير كوريلوف إن التدريبات سوف تركز على الدفاع الجوي والمضاد للغواصات
مشيرا إلى أن موسكو أخطرت المنظمات الدولية بالتدريبات التي قد تشكل خطورة على الطائرات والسفن التي تعمل في المنطقة. حذرت المؤسسات الدولية من وقوع كارثة إنسانية بحق عشرات الآلاف من المدنيين العالقين في محافظة إدلب السورية حال قيام الجيش السوري شن هجوم على المحافظة باعتبارها آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة. أنظار العالم تتجه نحو محافظة إدلب السورية. المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والأممية تدق ناقوس الخطر خشية وقوع سيناريو كارثي في المحافظة بحق عشرات الآلاف من المدنيين العالقين بها والتي تمثل آخر معقل لمعارضة السورية المسلحة، ويسعى الجيش السوري بضراوة من أجل استعادة السيطرة عليها. فمع اقتراب قوات الجيش السوري من شن هجوم على إدلب، تحذر الأمم المتحدة ومنظمات دولية من كارثة إنسانية في المنطقة المكتظة بالسكان والتي تعاني في الأساس في قطاعها الصحي وتنتشر فيها مخيمات النزوح، ويعيش نحو 3 ملايين نسمة في منطقة إدلب شمالي سوريا، نصفهم نازحون بالفعل من مناطق أخرى في البلاد، فر منها أنصار المعارضة عندما سيطرت قوات الجيش السوري عليها. وبالإضافة إلى النازحين، تحولت إدلب خلال السنوات الماضية إلى ملجأ لعشرات آلاف المقاتلين والمدنيين الذين أجبروا على مغادرة مناطق كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة بموجب اتفاقات إجلاء مع قوات الجيش السورية. ومنذ أسابيع ترسل قوات الجيش السوري التعزيزات العسكرية تلو الأخرى إلى أطراف إدلب تحضيرا لهجوم وشيك على المحافظة الواقعة بغالبيتها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا، وتنتشر فيها أيضا فصائل معارضة متنوعة. ويرجح محللون أن العملية العسكرية للجيش السوري قد تقتصر في مرحلة أولى على أطراف محافظة إدلب فضلا عن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة المحاذية لها في محافظات حماة وحلب واللاذقية. وفي حال تدهور الوضع الإنساني جراء الهجوم، يبقى مصير سكان إدلب متعلقا بإمكانية استمرار إرسال المساعدات التي اعتادت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إيصالها شهريا عبر الحدود من تركيا، حيث تعتمد المحافظة بشكل أساسي على المساعدات العابرة للحدود. قتل 5 من قوات الجيش السوري و8 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات دارت بينهما في البادية السورية جراء هجوم شنه التنظيم على القوات السورية لفك الطوق الذي تفرضه عليه في منطقة تلال الصفا. كما قتل عدد من عناصر القوات السورية في كمين نصبه تنظيم داعش استهدف رتلا عسكريا في ريف دير الزور، أعقبها اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم. كذلك قامت مروحيات للتحالف الدولي بعمليات إنزال في ريف الرقة الشمالي بمساندة برية من قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت خلالها أحد أخطر قيادات داعش. يلتقي اليوم المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك بناء على طلب من جريفيث قبل انطلاق جولة مشاورات جديدة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي في جنيف الأربعاء المقبل لبحث آخر المستجدات المتصلة بقضايا المشاورات. كان رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر انتقد في وقت سابق التقرير الصادر عن خبراء حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، مشيرا إلى أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في أنحاء البلاد. دعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إيران إلى احترام سيادة العراق وغيره من دول المنطقة والكف عن زعزعة استقرارها. وقال شون روبرتسون المتحدث باسم البنتاغون إنه في حالة التأكد من صحة نبأ تزويد إيران للحشد الشعبي العراقي بالصواريخ، سيشكل ذلك خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي والذي يحظر عليها تطوير صواريخها البالستية. وأشار شون إلى أن تلك الأنشطة تعزز قناعة الولايات المتحدة الأمريكية بأن النظام الإيراني يسعى إلى مد نفوذه في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وإطالة أمد الصراع في سوريا والعراق واليمن.
شهدت محافظة البصرة العراقية تظاهرات حاشدة حاول خلالها المحتجون اقتحام مقر المحافظة مطالبين بتحسين الخدمات العامة والتصدي للفساد. احتجاجات العراقيين ضد الفساد ونقص الخدمات لا تتوقف وإن لم يعرف عنها الكثيرون. مئات المحتجين العراقيين خرجوا في تظاهرة جديدة في مدينة البصرة ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة وحاولوا اقتحام مقر محافظة البصرة جنوبي البلاد مطالبين بتحسين الخدمات العامة والتصدي للفساد. بعض المحتجين أضرموا النار أيضا في إطارات مركبات خارج المبنى ووقعت مناوشات مع شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع للتصدي للاحتجاج. كما حطم المحتجون جزءا من الحاجز الخرساني المحيط بالمقر ورشقوا المبنى بالقنابل الحارقة وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة. الاحتجاجات اجتاحت مدنا في جنوب البلاد الذي طالما تعرض للإهمال بسبب شيوع انقطاع الكهرباء خلال الصيف وبسبب البطالة وضعف الخدمات الحكومية فضلا عن الفساد المستشري. رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد عزل وزير الكهرباء عن العمل الشهر الماضي وقال إن حكومته بدأت معاقبة المسؤولين عن ضعف الخدمات في البصرة ثاني كبرى مدن العراق. احتجاجات الجمعة ترتبط بشكل خاص بارتفاع نسبة الملوحة في مياه الشرب بالبصرة والتي يقول السكان إنها أصبحت غير صالحة للشرب، وتعاني البنية التحتية في المدينة بسبب سنوات من الإهمال وضعف الاستثمار فيما أثار استياء واسعا، حيث يقارن السكان أحوالهم بالثروة النفطية التي تمد بها المحافظة خزائن الحكومة الاتحادية. أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن أسفها من إعلان الولايات المتحدة أنها لن تقدم التمويل للوكالة، مشيرة إلى أن هذا القرار مفاجئ بالنظر إلى قيام الولايات المتحدة أو قيام الوكالة والولايات المتحدة بتجديد اتفاقية التمويل في ديسمبر من العام الماضي 2017. من جانبه قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية ترفض وتستنكر قرار واشنطن وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. كانت الإدارة الأمريكية أعلنت أنها لن تمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تحت مزاعم انحيازها بشكل لا يمكن إصلاحه. بعد مرور أشهر على قرار خفض الإدارة الأمريكية الدعم المالي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل المقدم للوكالة بشكل كامل. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن إدارة ترامب قررت عدم تقديم أي مساعدات إضافية إلى الأونروا، معللة ذلك بأن واشنطن ترفض تحمل نسبة غير متكافئة بالمرة من أعباء تكاليف الوكالة. الجانب الفلسطيني اعتبر على الفور قرار الإدارة الأمريكية بوقف تمويل الأونروا هجمة شرسة لتصفية القضية الفلسطينية واستمرارا لمسلسل الانحياز الأمريكي لصالح إسرائيل. وفي بيان له أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي أن قرار ترامب لن يؤدي أبدا إلى تفكيك الوكالة وتهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين، بل إنه سيقود إلى ردود فعل دولية قوية لحماية الوكالة والدفاع عنها من اعتداءات الرئيس الأمريكي وإدارته. وفي أول رد فعل أوروبي أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستزيد بقوة من مساهماتها المالية في الأونروا، داعية شركائها الأوروبيين إلى الاقتداء بها في دعم الوكالة التي تعاني عجزا ماليا يفوق $200 مليون. كانت الولايات المتحدة تقدم نحو $350 مليون سنويا للمنظمة بشكل يفوق إسهام أي دولة أخرى، ويمثل هذا المبلغ أكثر من ربع الميزانية السنوية للمنظمة البالغة نحو $1.2 مليار.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 80 فلسطينيا بينهم ممرضة وطفلة قد أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في احتجاجات بالضفة الغربية المحتلة على حدود قطاع غزة. كان آلاف الفلسطينيين قد احتشدوا قرب السور الحدودي في إطار الاحتجاجات الإسبوعية التي بدأت في مارس الماضي للمطالبة بحق العودة للاجئين. في سياق متصل، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية انطلقت في قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله تنديدا بمحاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في جبل الريسان لصالح التوسع الاستيطاني. محاولة جديدة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء وحدات استيطانية جديدة على أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، إلا أن الفلسطينيين العزل لم يبقى أمامهم سوى الحجارة للدفاع عن ما تبقى من أرضهم، غير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات مطاطية عليهم. الأمر أسفر بعد ذلك عن اشتباكات أسفرت عن إصابة العشرات منهم الذين كانوا يحتجون على نزع ملكية أراضي لإقامة مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة، وهو الأمر الذي ظل يعطل ضمن أسباب أخرى جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وفي جبل الريسان اشتبك عشرات الفلسطينيين مع عدد من المستوطنين والجيش الإسرائيلي لمنع مصادرة أراضٍ على سفح الجبل الذي يتوسط مجموعة من القرى شمال غرب رام الله، وألقى الشبان الفلسطينيون الحجارة صوب المستوطنين بينما أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل الدموع والقنابل الصوتية. تأتي هذه المواجهات تلبية لدعوة أهالي قرى خرفثة بني حارث وكفر النعمة ورأس كركر لمنع المستوطنين من الاستيلاء على الجبل بعد أن قاموا خلال الأيام الماضية بشق طريق واسع إليه يربطه مع شارع رئيسي يصل العديد من المستوطنات مع بعضها تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتصاعدت في الأيام الأخيرة وتيرة الإعلان عن إنشاء وحدات استيطانية جديدة على أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، في وقت اعترفت محكمة إسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي قانونيا بمستوطنة يهودية أقيمت دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على أراض مملوكة للفلسطينيين في سابقة قانونية جديدة. تنطلق اليوم في موريتانيا الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية والمحلية والتي تعد الأولى من نوعها بعد تعديل الدستور الموريتاني واعتماد نظام المجالس الإقليمية، فضلا عن كونها أول انتخابات تجرى بمشاركة المعارضة بعد أكثر من 10 سنوات من المقاطعة. ورى مراقبون أن هذه الانتخابات ستشكل اختبارا للنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف العام المقبل. من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له جميع الأطراف في موريتانيا إلى المشاركة في الانتخابات بسلمية ومصداقية. قررت أكبر محكمة انتخابية في البرازيل بمنع الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إناسيو لولا دا سيلفا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل بسبب إدانته بالفساد. من جهته شدد حزب دا سيلفا على أنه سيناضل بكل الوسائل من أجل ترشح الرئيس الأسبق إلى الرئاسة مجدداً، في حين يؤكد الرئيس الأسبق أنه ضحية مكيدة سياسية بهدف منعه من تولي الحكم لولاية رئاسية ثالثة. هذا ويتصدر لولا استطلاعات الرأي رغم اعتقاله في السجن منذ إبريل الماضي. أعلنت الشرطة الهولندية أن الرجل الذي طعن شخصين وألحق بهما إصابات خطيرة في محطة القطارات الرئاسية بأمستردام أمس هو شاب أفغاني عمره 19 عاما. وكانت الشرطة ومجلس مدينة أمستردام قد أعلنا في بيان مشترك لهما أن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به ونقلته إلى المستشفى حيث يجري استجوابه. وأكدت السلطات أن التحقيق في الواقعة لا يزال جاريا مع أخذ جميع السيناريوهات بعين الاعتبار بما في ذلك دافع الإرهاب. ختاما للنشرة تذكرة بأهم العناوين: الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الصينية بكين في مستهل زيارة تستغرق 4 أيام. موسكو تبدأ تدريبات عسكرية كبيرة في البحر المتوسط اعتبارا من اليوم.
البنتاغون يطالب طهران باحترام سيادة العراق وغيره من دول المنطقة والكف عن زعزعة استقرارها. تم النشرة، وبعد قليل نلتقي بحول الله في قراءة جديدة لآخر ما صدرت به الصحف المختلفة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.